السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ إن شاء الله النهارده هنتكلم على شابتر 2 اللي هنتكلم على الأوفر فولتج اللي ممكن تتكون عندنا في الشبكة. في الشابتر ده هنتكلم على بعض الحاجات اللي هي الضرورية والمهمة. أول حاجة هنتكلم على يعني إيه أوفر فولتج؟ برضه الحاجة التانية هنتكلم على السورس جاي منين، يعني الاوفر فولتج ده ايه اسبابه اللي بتيجي موجود عندي في الشبكه، وبعدين ازاي احمي نفسي منها، هاو تو بروتكت. ماشي، ان انا احمي نفسها ازاي، احمي نفسي من الاوفر فولتج ده. يبقى انا لو احنا عرفنا الثلاث حاجات دول هيبقى الشابتر ده قدرت ان انا استوعبه وان انا افهم المقصود بيه. اول حاجه يعني ايه اوفر فولتج؟ من اسم كده ده جهد، اوفر فولتج يعني جهد زياده عن النورمال كونديشن. فلو انت عندك الجهد الموجود بتاعك هنا زي مثلا ساين ويف اهو، ساينوسويدال، ليه روتن سكوير معين زي مثلا 2020 او غيره، خلاص الاوفر فولتج لا، ده موجه بتيجي بتتكون كده على الموجه الرئيسيه بتاعتي، خلاص في الغالب بتبقى ليها هاي فريكونسي معايا. فالاوفر فولتج اللي اتكون ده خلاص زي ما شايفين كده بيجي هو سوبر امبوزد على الموجه بتاعتي. ده ممكن يعمل لي مشاكل ايه؟ زي ما احنا عارفين الاوفر فولتج ده ممكن يبتدي يعمل مشاكل او يحرق، يعمل دامج للانسوليشن بتاعتي. خلاص؟ يبقى انا عندي الاوفر فولتج هو ايه؟ هو جهد زائد عن النورمال او عن الريتد فولتج اللي موجود عندي، بيحصل غالبا بيبقى هاي فريكونسي، خلاص وبيبقى استمر تايم معين، وده ممكن يعمل دامج للانسوليشن بتاعي. خلاص؟ طبعا قبل ما نتكلم ان واحد يقول لك ان انت ايه، بدل ما نخش في القصه دي كلها، طب ما انت لو حطينا سيركت بريكر ممكن يحميني من الاوفر فولتج. طبعا هنقول له لا، السيركت بريكر زي ما احنا خدنا قبل كده او زي ما احنا عارفين السيركت بريكر بتاعنا بيعمل ايه. السيركت بريكر خلاص ده بيعمل ايه؟ ده بيشتغل غالبا مع، بيبقى بالذات بنتكلم على ده لو انت مظبطه، بيشتغل مع ايه؟ الاوفر كارنت، خلاص ملوش دعوه بالجهد. حتى لو انت جايب ريلي وشغال اوفر فولتج، هو لا، احنا مش المقصود بقى بالجهد ده، دي كانت جهد زياده في النورمال بوتنشال، مش اللي هو الجهد اللي بيحصل ساعه السير. خلاص؟ يبقى دي اول نقطه احنا بنتكلم يعني ايه اوفر فولتج. النقطه الثانيه هنتكلم على جاي منين، او انواع الاوفر فولتج. الاوفر فولتج بتاعنا ده عندنا نوعين رئيسيين. في نوع اكسترنال، اكسترنال يعني جاي من خارج الشبكه عندي، وطبعا ده ليه مصدر وحيد بس اللي هو جاي من اللايتنج، فده جنريتد باي اتموسفيريك ديستربنس او من اللايتنج. وفي مصدر تاني ده داخلي من جوه الشبكه. طب جوه الشبكه ده هيجي منين؟ قدامي حلين، يا اما يجي ده طبعا جاي من جنريتد باي تشينج ان اوبريتنج كونديشن، فده جاي من السويتشنج، عمليات سويتشنج او اللود ريجكشن او غيره، فده مصدر داخلي جوه الشبكه عندي. خلاص؟ انا هبدا في بالاكسترنال، اشوف الاول نبتدي نشوف ايه هو اللايتنج بيتكون ازاي، وبعدين وازاي احمي الشبكه بتاعتي منه، وبعد كده في المحاضرات الثانيه هنبدا نشتغل في الجزء الثاني اللي هو الانترنال اوفر فولت. خلاص؟ هنبتدي بس نشوف اللايتنج ازاي بيتكون. وطبعا اللايتنج ايه؟ اول نقطه ازاي اللايت، لو سالنا نفسنا سؤال كده ازاي اللايتنج بيتكون؟ انا دلوقتي بنسمع كلنا عن الايه؟ اللايتنج كتير قوي، بنشوفه في الشتاء ساعة ما يكون الجو فيه رعد ومطر والكلام ده، بنسمع صوت اللي هو الثاندر، بنسمع صوت الرعد، وبرضه بنشوف اللايتنج بين الكلاودز مع بعضيها. خلاص؟ واحيانا بشوف اللي هو الشارج بين الكلاود والجراوند اللي هو بنسميه عندنا ايه؟ اللايتنج. طب ازاي بيتكون؟ يعني لو جينا نشوف الاول ازاي بيتكون وبعدين نرجع للحته دي. لو احنا عندنا طبعا دورنج اثناء ما يكون الشمس طالعه كده، خلاص لو انت عندك الدنيا الجو بتاعك مشمس، لو انت عندك استراكشر خلاص مش هيبقى في اي حاجه، طالما الدنيا الجو الدنيا مشمسه كده ما فيهاش اي حاجه، بيبقى ما فيش اي تشارج والدنيا تمام. لكن ده دورنج الايه؟ لما يكون في صن طالع. لكن في الشتاء ولما يكون في عندك ويند والكلام ده، لو انت عندك الوقت هنا كلاود، خلاص وادي الاستراكشر بتاعي اهو، دي الكلاود بتاعتنا ايه. طبعا ساعه الكلاود ده بيبقى فيه رياح رهيبه هنا جدا كده، خلاص
الرياح بتعمل ايه؟ بتعمل فريكشن مع الكلاود. طالما في فريكشن مع الكلاود بيبتدي يكون ديوز تشارج هنا على الايه؟ على الكلاود ده. طبعا الديوز تشارج دي ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف. لو فرضنا ان هي نيجاتيف بالمنظر ده طبعا طالما في ديوز تشارج يبقى انا عندي ايه؟ هتبقى في خطوط كتير هيبتدي يكون مجال كهربي داخل على الايه؟ على التشارج دي عشان دي نيجاتيف زي ما احنا شايفين كده. المجال الكهربي ده هيعمل ايه في الاستراكشر الموجود حواليه؟ طبعا عارفين كده ان خطوط الفيلد خطوط الكتريك فيلد لازم تعمل ايه؟ لازم تبدا من شحنات موجبه وتنتهي بشحنات سالبه. فانت عندك هيبقى في انديوز تشارج هنا ثانيه على الايه؟ على الاستراكشر في الحاله دي هتبقى بوزيتيف. طيب كل ما الويند دي تزيد هيحصل في ايه؟ فريكشن هيزيد معناها الكيو دي هيغلى ايه؟ هتبتدي كيو تزيد. طيب طالما في كيو نيجاتيف كيو بوزيتيف هيبقى الوقت ايه اللي حصل هنا هيكون ايه؟ طالما في كيو بوزيتيف وكيو نيجاتيف بينهم مسافه زي ما شايفين كده يبقى اكيد هيكون فرق جهد بين الاثنين دول. يعني في عندي فرق جهد بين الكلاود وبين الاستراكشر. فرق الجهد ده اكيد بيتناسب مع الكيو. احنا عارفين كلنا عارفين العلاقه اللي هي كيو بتساوي سي من بي وبالتالي الجهد ده بيتناسب مع الكيو. كل ما الكيو تزيد يحصل ايه في البوتنشال ده؟ يبتدي يزيد. طبعا هيفضل يزيد 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 لحد امتى؟ طبعا برافو كده. طبعا لحد ما يقدر يكسر الهواء بين الاثنين دول. هو في الحقيقه لما يجي يكسره مش هيكسره مره واحده، يبتدي يعمل ايه؟ زي ما لو جينا نرسمها تاني بصوا كده، ادي الكلام بتاعتنا ايه؟ وادي الاستراكشر اهو. خلاص هيبتدي كده في تشارج هنا اتكونت اهي، تشارج كتيره جدا خلت الفرق جهد هنا كبير. خلاص فرق الجهد ده هيبقى رهيب جدا بين الاثنين دول. فالوقت اللي هيروح حاصل ايه؟ هيبتدي يتكون هنا بين الاثنين كده، هيبدا هنا الجزء اللي هو هنا يتأين. طبعا الكتريك فيلد هنا عالي جدا فوق، هيبتدي الجزء ده يتأين كده. خلاص لما الهواء يتأين هنا ده بيسميه هنا الحته دي الداون وورد ليدر. فالداون وورد ليدر هو ايه؟ هو التأين بتاع الهواء اللي موجود عند الايه؟ عند الكلاود. طبعا طالما الجزء ده اتأين خلاص المسافه اللي هنا قلت، بالتالي الليدر اللي هيبتدي يزيد تاني. فلو خدنا الخطوه اللي بعديها هيبتدي، لو خدنا نبتدي نرسم الكلام ده اهو، يبقى عندي هنا اول حلقه الكلاود بتاعتنا. خلاص وادي الاستراكشر اهو، وكون هنا النيجاتيف تشارج وكون الايه؟ البوزيتيف تشارج. واتفقنا ان ابتدى يتكون ليدر هنا لان الكتريك فيلد زاد جدا، ففي ليدر موجود هنا، الهواء كل ده متأين. خلاص الخطوه الثانيه طالما الجهد متأين اصبحت الديستانس هنا قلت، يبقى الحته دي هتبتدي تأين تاني، فالليدر ده هيبتدي يكمل تاني لحد ما يوصل للاستراكشر الخطوه اللي هي ايه؟ اللي بعد دي. هنبص هنا كده اهو، ادي الكلاود وادي برضه الايه؟ الشارج تزيد جدا، الكتريك فيلد ابتدى يزيد. والليدر ابتدى ايه؟ زي ما شايفين كده ابتدى هنا الليدر دي يوصل لحد الاستراكشر الموجود بتاعي. فطبعا في كارنت في الحاله دي يبتدي يمشي، الموجب عايز يمشي لفوق والنيجاتيف عايز يمشي لتحت، فابتدى الكارنت يبتدي يمشي في الحاله دي. لو نشوف الكارنت هنا لو جينا بصينا عليه الكارنت هيعمل ايه هنا؟ الكارنت في الجزء ده هيبتدي لسه ما مشيش خالص، ما فيش حاجه. لا الكارنت من اول هنا بقى هيبتدي يمشي اهو، فالكارنت هيبتدي يمشي هنا، هيبتدي يعلى يعلى لان كل التشارج دي والتشارج دي هيبتدي نيوترلايز مع بعض، يبتدي يزيد جدا. بعد ما خلاص كل النيجاتيف هنا بص فين اتعادلوا مع بعضيهم، يبتدي التيار يقل تاني فيعمل الشكل اللي احنا عارفينه ده اللي هو شكل الايه؟ شكل امبلس ويف. يبقى ده ببساطه زي اللايتنج ايه اتعمل. نرجع بقى للبرزنتيشن بتاعتنا. يبقى انا عندي هنا كانت اول خطوه زي ما شايفين كده، بصوا في الصاني كونديشنز ما كانش في حاجه زي ما احنا شايفين كده، خلاص الدنيا كانت كويسه. لكن مع الويند ومع الرياح ابتدى يحصل هنا التشارج، ابتدى يتكون ايه على الاستراكشر والنيوز والتشارج هنا، وابتدى يتكون زي ما شايفين في الصوره دي الداون وورد ليدر اهو ابتدى يظهر معانا. هنا الليدر ابتدى زي ما شايفين الاول متأين اهو، ابتدى يزيد، وهنا ابتدى طوله يزيد لحد ما وصل الاستراكشر بتاعي، وهنا يبتدي الكرنت ايه يتحرك. خلاص لو شفنا الكلام ده تعالى نبص عليه اهو، هنا ابتدى الداون وورد ليدر مفيش تيار هنا، يا دوبك ابتدى هنا الليدر يوصل الاستراكشر ابتدى الكرنت يبتدي يمشي، هنا الكرنت ابتدى يزيد جدا لحد هنا زي ما شايفين حصل نيوتراليزيشن للتشارج، الكرنت ابتدى يوصل لزيرو تاني.
طبعا الكرنت ممكن هنا يكون بوست، ممكن يكون نيجاتيف على حسب الشارج اللي اتكونت في الاول، بس الشكل بتاعه بيبقى شكل اللي هو الايه الامبلس ويف اللي احنا ايه عارفينه. طب التايم بتاعه كام تقريبا كده؟ لو جينا نرجع للكلام ده تقريبا زي ما انتم كده سمعتوا عنه في الجزء الثاني من الكورس. طبعا احنا اتفقنا هنتكون عندنا ايه اهو الكرنت بتاعنا يبتدي يعلى وبعدين ينزل جامد جدا زي ما احنا شايفين الشكل ده. طبعا الشكل ده امبلس كرنت خلاص، بيبقى ليه فرونت تايم اللي هو تي 1 ويبقى ليه تيل تايم اللي هو مع نص البيك، ده بنسميه تيل تايم زي ما انتم عارفين. بتكلم في اللايتنج ويف دي بيبقى التايم بتاعها حوالي كام؟ تقريبا 1 بتو على 50 مايكرو سكند. يعني ايه 1 بتو على 50؟ معناها ان تي 1 في الحاله دي هو ال 1 بتو والتي 2 بيبقى حوالي 50. طبعا ده رقم سريع جدا، بنتكلم حاجه بالمايكرو سكند. طيب نقطه مهمه جدا، البيك هنا بتاع الكرنت ده ممكن يوصل لكام؟ البيك بتاع الكرنت ده قد ايه؟ ويا ترى هو صغير ولا كبير؟ طبعا البيك كرنت هنا ده بيبقى كبير جدا، ممكن يوصل من 2 كيلو امبير لحد 250 كيلو امبير. طبعا ده رقم رهيب جدا، فبيرفع طبعا الكلام ده يرفع الجهد عندنا في الشبكه ويعمل مشاكل كتير. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا ان ساعه اللايتنج تبتدي تكون امبلس كرنت، والكرنت ده عرفنا التايم ستريم بتاعه والبيك بتاعه في الرينج ده. خلاص؟ قبل ما نكمل هنا تعالى نشوف على لايتنج حقيقيه كده حصلت في مدريد، متصوره بالقمر الصناعي، تعالى نبص عليها وبعدين نكمل. بص كده، ادي عندنا اهو ابتدت تكون الشارج اهي، النيجاتيف شارج ابتدت تكون البوزيتيف، بعدين الداون وورد ليدر، بص كده يزيد اهو ماشي، شايفين لحد ما ابتدى يوصل للمبنى اهو، شايفين الشارج كرنت عامل ازاي؟ بص خلص الموضوع. خلاص؟ يبقى انا في الحاله دي زي ما شايفين كده الكرنت اللي اتكون ممكن يكون نيجاتيف ممكن يكون بوزيتيف، ورقم طبعا كبير جدا، وقلنا الرينج بتاعه من 2 كيلو امبير لحد 250 كيلو امبير. طيب ما اجي اعمل ديزاين للبروتكشن بتاعي او عشان اشوف ما اجي اعمل حسابي اللايتنج ده هيبقى حد قد ايه؟ طبعا انا لو جيت اعمل ديزاين على 250 كيلو امبير هتلاقي ان انت محتاج كروس سكشن اريا كبيره جدا وكميه نحاس رهيبه. فاحنا تعالى نشوف، لقينا من حسن حظنا ان لقينا ان علاقه التيار مع الدورابيلتي بتقل زي ما احنا شايفين كده. ده معناه ايه؟ بصوا لو جينا عند الكرنت 100 كيلو امبير اهو عند الخط ده ورحنا قاطعين كده، الشكل ده بيديك الدورابيلتي اللي هو احتماليه حدوثه قد ايه؟ تعالى نبص هنا هتلاقي الكلام ده تقريبا عند كام؟ عند 5. ده معناه ايه من الحته دي؟ معناه ايه من 5%؟ معناها ان 95% من اللي هي اللايتنج سيرج، 95% من اللايتنج سيرج بتاعتنا بيبقى الكرنت بتاعها بيبقى اقل من او تساوي 100 كيلو امبير. معناها اللي هيزيد اللي هو من اول ال 100 كيلو امبير لحد ال 250 كيلو امبير اللي بنتكلم الرابيلتي بتاعته حدوثه اقل من 5%. عشان كده الستاندرد بتاعنا او كل المواصفات العالميه بتصمم على ان اللايتنج ده 100 كيلو امبير. خلاص؟ يبقى احنا هنعمل حسابنا كده ان اللايتنج بتاعنا ممكن يوصل ل 100 كيلو امبير، وهو ده اللي هيبقى الديزاين بتاعنا اللي هنشتغل عليه. خلاص؟ طيب اللايتنج ده ما يحصل ايه المشاكل ممكن يعملها او ايه الاثار؟ طبعا بيعمل حاجات كتير قوي، منها طبعا حاجات فيجوال افكت، بتدي حاجات تشوفها بعينك خلاص، زي ما بنشوف كلنا كده الشراره موجوده خلاص، ممكن حريقه تحصل، ممكن كذا، فانت في حاجات بتشوفها بعينك. في اكوستيك افكت طبعا بتسمع صوت عالي جدا، غير التاثيرات الحراريه بتاعته خلاص الناتجه من الحرائق وغيره، غير برضه في الكتريكال افكت ان انت عندك الجهد بيزيد جدا، يبتدي يحرق، ممكن لو انت مش مصمم صح يبتدي يحرق الانسوليشن ويعمل معاك مشاكل كتير. غير طبعا الكتروديناميك افكت ان انت طبعا كلنا عارفين لو انت عندك تو وايرز كده شايلين تيار اي 1 واي 2، عارفين طبعا ان في فرصه تتكون ما بينهم، الفرصه دي بتتناسب مع مربع المسافه اللي موجوده دي خلاص. فانت لو احنا بنتكلم على الفرصه دي اللي هي تقريبا تتناسب مع ايه؟ اي 1 مع اي 2 مع مربع المسافه اللي موجوده خلاص. ففي الحاله دي كل ما يزيد التيار هيبتدي ان الفورس دي تزيد جدا، فناخد بالنا من الموشن اللي ممكن يحصل نتيجه الكرنت بتاع اللايتنج الكبير ده، غير ان في ممكن تفاعلات كيميائيه تحصل خلاص. برضو اخر حاجه اللي هو الاندكشن افكت. طبعا الاندكشن افكت ده بيجي ازاي او جاي منين؟ لو خدناه بسهوله كده واتكلمنا عنه كلمتين، لو انت عندك، احنا كلنا عارفين من السنه اللي فاتت، لو انت خدت عندك دايره كهربيه خلاص، الدايره دي شايلها كرنت
الكرنت ده هيبتدي يعمل حواليه ماجنتيك فيلد. لو انت عندك دايره ثانيه خلاص، الدايره دي اهي كلوزد على بعضيها، دايره بسيطه ملهاش دعوه بيها خالص، مفيش اي كونكشن ما بينهم خلاص. وانس ان في كرنت زاد هنا زي ما احنا عارفين اللي بيحصل، بيروح عامل ماجنتيك فيلد حواليه كده. الماجنتيك فيلد حواليه ده بيروح قاطع الدايره الثانيه. طالما قاطعها على كورنج ليه؟ فرضيه بيقول ان في انديوز ام اف، انديوز ام اف دي بتساوي اللي هي الايه؟ النيجاتيف بي ضد اس على الاريا، او النيجاتيف دي فاي باي دي تي، ان دي فاي باي دي تي اللي هو التفاضل بتاع الفلكس اللي موجود، والفلكس طبعا عارفين انه اللي هو ايه؟ اللي هو الانتجريشن بتاع البي ضد اس. فوانس نتكون ماجنتيك كارنت هنا هيبتدي يتكون ماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد هيعمل فلكس على يقطع الدايره الثانيه، هيبقى في انديوز ام اف جوه الدايره الثانيه. طب ايه اللي علاقته بقى باللايتنج؟ ساعة اللايتنج هنا بيمشي في الترانسميشن لاين بيبقى كارنت كبير جدا. لو انت في عندك سيركت تانية ممكن تكون دي بتاع تليفونات او غيره، فممكن السيركت دي تكون دايره التليفون خلاص. في الحاله دي هيبقى فيها انديوز ام اف، ممكن انديوز ام اف دي تعمل دامج للاكويبمنت هنا بتاع السنترال او غيره او بتاع التليفونات اللي عندك في البيت خلاص، نتيجه بس الاندكشن اللي حصل بين التو سيركت دول خلاص. فده برضو من الايفكت اللي هي ايه اللي ممكن يحصل بتوين التو سيركت ساعه اللايتنج خلاص. هنسال بقى سؤال تاني، طب لو انت ساعه اللايتنج ايه اللي ممكن يحصل لك انت كبني ادم؟ ايه الايفكت اللي ممكن يحصل عليك؟ فناخد هنا ببساطه كده جدا بنقول ايه، تعالى لو انت لقيت الجو كده كله صواعق والدنيا شكلها صعب، وانت راكب عربيه اللي هي الام بالذات، وتعمل ايه عشان تحافظ على نفسك وما يحصلكش مشكله خلاص؟ نعمل ايه؟ اي ستراكشر ولا حاجه جنبيك، لو في بيت ولا حاجه محمي روح البيت ده. طب لو انت ما حوالكش بيوت ولا حاجه، لا نعمل ايه؟ وراكب عربيه مقفوله خليك في العربيه المقفوله. لو انت راكب بايسكل او غيره لا انزل، وحاول نعمل نفس القعده دي بحيث ان انت تقلل الهايت بتاعك على قد ما يمكن، والاريا بتاعتك تقل على قد ما يمكن. في برضه بعض الحاجات اللي انت تاخد بالك منها، اللي انت افويد ذا فوليوم، ما تعملش الحاجات دي ساعه الصواعق. ايه الحاجات دي؟ ما تركبش عجل ساعه الصواعق، وما تركبش اللي هي العربيه اللي هي الاوبن اللي تفضل فيها ساعه اللايتنينج، برضه ما تستخدمش سوينج بول، ولا تستخدم التليفونات اللي هي الواير بالذات اللي هي الواير دي، وبرضه ما تقفش جنب الشباك بالذات اللي هي الشبابيك اللي فيها معدن خلاص، وتمسكها تتفرج على اللايت لاين. كل ده ممكن يشكل خطوره دي خلاص. يبقى انا في حاجات اهي ممكن نبعد عنها ساعه اللايتنينج خلاص اللي اتكلمنا عنها. نرجع بقى ايه للموضوع، دي بس بعض الصور كده اللي شايفينها من اثار اللايتنج. زي ما شايفين هنا ادي جزء من مبنى اهو ابتدى يحصل له مشكله مع اللايتنج، ابتدى يتهد اهو خلاص. عندنا في شجره اتقسمت تقريبا نصين، ادي مسله برضو شايفين فيها مسار حصل اللايتنج عمل فيها ايه. برضو عندنا كابل نفس المشكله خلاص. يبقى زي ما شايفين كده، يبقى اذا اللايتنج ليه اثار بنشوفها بعينك وكلتنا بنشوفها، في حرايق بتحصل، في كوندكتورز ممكن تتحرك من مكانها، في انديوز دي ام اف ممكن تعمل مشاكل، في بعض الاوفر فولتج ممكن يحرق لك المحولات، ممكن يحرق السب ستيشن، ممكن يعمل حاجات كتيره جدا يعني خلاص. فبالتالي لازم اعمل انا لايتنج بروتكشن سيستم عشان يحافظ على الحاجات او يجنبنا الاثار اللي هي الضاره بتاع اللايتنج خلاص. طبعا في بعض الحاجات كده بنقول حقائق حوالين اللايتنج، طبعا دي هسيبها لكم انا كده في البي دي اف تقروها، عدده تقريبا في السنه كام وغيره وحاجات من دي، هسيب لكم الكلام ده بس تعدوا عليه كده يا ريت، بس في المحاضرات في البي دي اف حاولوا ايه تبصوا عليه خلاص. في حته بس هنا مهمه نتكلم عليها اللي هي ازاي بقى احنا بنتكلم كله في كرنت، ازاي الكرنت ده يتحول لجهد. تعالوا نبص كده في رسمه هنا اهي، اهي ادي احنا عندنا الرسمه اللي قدامنا دي، عندنا ترانسميشن لاين زي ما انتم شايفين، ترانسميشن لاين اهو خلاص، وادي عندي الكلاود هنا، وابتدى يحصل لايتنج كلاود، هتبتدي تنزل لايتنج على الخط بتاعي. فلما ابتدي تنزل اللايتنج على الخط بتاعي زي ما اتفقنا في كرنت، الكرنت هيلاقي قدامه مسارين زي ما شايفين اهو، مسار يمين خلاص وفي مسار تاني مسار شمال معايا. فلو في كرنت اي ابتدى ينزل من اللايتنج ده، ابتدى يتقسم جزئين، اللي هو هيبقى طبعا هنا زي ما شايفين في سيمتريه، هيبقى في هنا اي على اتنين
وهنا اي على 2. طيب طالما الكرنت ماشي اكيد هقابل امبيدنس، الامبيدنس اللي في الحاله دي اللي بتتكون بيسموها سيرج امبيدنس اللي هي زد نود اهي. فاحنا قسمنا الخط بتاعنا على اليمين مثلناها بسيرج امبيدنس زد نود، وعلى الشمال بسيرج امبيدنس ثانيه ايه زد نود. الزد دي زي ما يمكن هنعرف في المحاضره اللي بعد الجايه ولا حاجه ازاي بتتحسب وقيمتها ايه، هي طبعا يعني المقاومه اللي قابلها الكرنت ساعه اللايتنج، وقيمتها بالنسبه للترانسميشن لاين الزد نود دي بتتراوح من 300 ل 400 ولت. طيب انا عايز اشوف الجهد اللي حصل على الخط بتاعي في الحاله دي بكام، اللي هو تقريبا جهد النقطه دي. كان جهد النقطه هنا نجيبه زي كسيركت، طبعا كلنا شاطرين في الحاجات دي، عشان تجيب جهد النقطه دي ياخد التيار في البينس اللي موجود لحد الجراوند، البينس هنا بزد نود التيار باي على 2، يبقى الجهد في الحاله دي جهد الترانسميشن لاين اللي اتكون على الترانسميشن لاين في حاله اللايتنج هيساوي اي على 2 معايا في زد نود. طب تقريبا القيمه دي كام؟ لو قلنا الاي بس مش هنقول 100 كيلو، انا هنقول 10 كيلو امبير بس، يعني بنتكلم في 10000 امبير اهو على 2 مضروب مثلا زد نود، هناخد المينيموم حتى بتاعها 300 بالنسبه للترانسميشن لاين، هتلاقي الكلام ده بنتكلم في ايه؟ اراوند 1.5 ميجا فولت. طبعا رقم رهيب جدا، تخيل كده ان الترانسميشن لاين بتاعك ممكن يوصل ساعه اللايتنج اللي يجي عليه جهد ب 1.5 ميجا فولت. اكيد مفيش عندك محول هي اللي بتحمل الكلام ده، ولا انسوليشن ممكن يحصل له ايه؟ بريك داون. فبالتالي لازم نعمل لايتنج بروتكشن سيستم خلاص عشان نحافظ على الاكويبمنت والحاجات بتاعتنا. خلاص ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه اهو، وادي اللي هي القصه ايه اللي بنتكلم فيه. خلاص يبقى اذا وصلنا ان احنا دلوقتي لابد ان احنا لازم نعمل لايتنج بروتكشن سيستم، خلاص بيسموه لايتنج بروتكشن سيستم، او في ناس بتسميه ال بي اس اختصار لايتنج بروتكشن سيستم. اللايتنج بروتكشن سيستم ده انت عايز منه ايه؟ يعني ايه الغرض من اللايتنج بروتكشن سيستم؟ لو عمل ايه تبقى انت مبسوط منه؟ فكر واحده واحده كده. تمام، يبقى اول حاجه فعلا عاوزينه اول حاجه سيفتي للبيرسونال انسايد بروتكت ستراكشر، يبقى انا عايزه يحمي البني ادمين او سيفتي للبني ادمين اللي موجوده داخل البروتكت ستراكشر. الحاجه الثانيه ان يعمل ايه؟ ياخد التيار بتاع اللايتنج ده الشارفز لايتنج ياخدها يوديها الجراوند من غير ما ياثر على البروتكت ستراكشر نفسه ولا ترانسميشن لاين واكيد ولا الاكويبمنت. اخر حاجه ما يبقى يحصلش فيه فلاش اوفر، ساي فلاش اوفر. طبعا انت خايف من ساي فلاش اوفر ليه؟ الساي فلاش اوفر ده الارك اللي بيحصل، الارك ده ممكن لا قدر الله يعمل حرايق، الارك ده ممكن يعمل حرايق، فانت خايف عاوزين نمنعه، فلازم هنا الافويدنس اوف ساي فلاش اوفر. لو اي سيستم قدر يعمل الثلاث حاجات دول خلاص هيبقى بالتالي اللايت بروتكشن سيستم ده ناجح، وهو ده اللي احنا ايه بندور عليه. طيب انا اعمل بقى الكلام ده ازاي؟ في عندنا هنوصل لحاجه اسمها ثيري اوف بروتكشن اللي هي نظريات الايه؟ الحمايه. عنده في نظريتين، في نظريه اسمها فرادي كيج ميثود، ودي اللي هي اللي ابتدى اول ما نفكر فيها اللي هو العالم فرادي، خلاص؟ وهناخدها بالتفصيل، ودي مبنيه على المواصفه اللي هي البريطانيه اللي هي بي اس 6651. خلاص؟ وفي برضه نظريه ثانيه اللي هي اير سيمر ميجن، خلاص؟ او الميشن دي اللي هي مبنيه على نظريه الساندر الفرنسي ال ان اف سي 17102. خلاص يبقى انا عندي تقريبا تو سيريز اللي هي البروتكشن، الفرادي كيج والاير سيمر. خلاص هنبدا بالفرادي كيج ميثود. اول حاجه الفرادي كيج ميثود ده زي ما اتفقنا مبني على البي اس 6651، ده رقم المواصفه. خلاص اول حاجه نبتدي اتكلمت على المواصفه، اتكلمت على الماتيريال، انت هتعمل نظام حمايه من الصواعق. طب ايه الماتيريال اللي انا هستخدمها؟ زي كده زي ما كنا اتكلمنا في الجراوند سيستم، وقلنا الماتيريال بتاعتنا ممكن تكون كبر سواء بير او تند كبر عادي او ستانل ستيل او الومنيوم، كل الكلام ده ينفع كماتيريال تستخدم في اللايتنج بروتكشن سيستم. خلاص طبعا دي الاشكال دي شفناها قبل كده، ادي النحاس العادي خلاص، وده اللي هو تند كبر وعليه طبقه تند زي ما شايفين، وده زي ما انت شايفين هنا ده نحاس ومحط عليه طبقه بي بي سي بسيطه جدا. خلاص تعال نبص الاول ليه ممكن نعمل كده، ليه ممكن نجيب النحاس ونحط عليه طبقه بي بي سي؟ احيانا بالذات في اللايتنج بروتكشن سيستم انت تبقى حاطط الكوندكتور ده حوالين المبنى من بره. طبعا طالما انت بتتكلم حاجه في حوالين مبنى من بره ممكن يكون شكلها مش ظريف، فعشان الديكوريشن او اللي هو المنظر بتاع المبنى ده بنحط عليها طبقه بي بي سي بسيطه عشان بس الشكل العام للمبنى ما يحصلش ما يبقى شكله
مش كويس، بالذات لو في فنادق او غيره. ففي الحاله دي بنحط ايه طبقه بسيطه على ايه الكوندكتور. خلاص احنا هنا بالنسبه في مصر هنا مشهور جدا اللي هو شريط النحاس ده، وبيبقى القطاع بتاعه هنا حوالي 25 في 3 مللي، بيبقى السكن بتاعه 3 مللي، وبيبقى العرض حوالي 25 مللي، يعني تقريبا بنتكلم في كروس سكشن ايه حوالي 75 ملي متر سكوير. خلاص طبعا في الاشكال الثانيه اللي هي ده الالومنيوم، وادي عندي اللي هو اللي هو الكابل النحاس العادي خالص طبعا عريان زي ما احنا شايفين اهو، وده بيستخدم في الارث برضه في التوصيلات، بنستخدم اللي هو الكابل الاصفر الفخضر وهكذا. برضه الرود ده بيستخدمه فوق المبنى ولا حاجه، ممكن تستخدمه كارسنج رود، وممكن نحط عليه طبقه بسيطه لو انت عايز تغطي الشكل بتاعه في الحاجات اللي هي الخارجيه. خلاص يبقى ده بالنسبه لايه اتكلمنا على الكوندكتورز او الماتيريال اللي ممكن استخدمها في السيستم بتاع الحمايه من الصوارع. نيجي بعد كده السؤال الثاني، استخدم دايمنشن قد ايه، خلي السايز بتاعه قد ايه. فانا هنا جبت جدول هنا من البي اس اللي هو البريش ستاندرد، بيقول لك هنا المينيمم دايمنشن بتاع الكومبوننت. اول حاجه الاير تيرمينال تعالى بص عليها، دي انت بنتكلم هنا الراوند كام؟ ال 50 ملم سكوير. خلاص ولو جيت بصيت في الكل اللي هو على اليمين ده هتلاقي تقريبا كله بيتكلم اراوند 50 ملم سكوير، ما عدا حاجه واحده اللي هي ال 153، ودي مش على اللايت اللي بنتكلم هنا، دي الاير سيرمينيشن بتاعتنا اللي هو الرود اللي احنا بنستخدمه. فانت ان جنرال هنا يبقى انا في سيستم الحمايه من الصواعق هستخدم كروس سكشن ايجا كام؟ المينيمم بتاعي يبقى بنتكلم في 50 ملم سكوير. خلاص في بعض الاحيان بما انا محتاج ان انا جريتر دايمنشن استخدم ازود الكروس سكشن اريا عن ال 50. الحاجات دي غالبا بتبقى في ايه؟ بيقول لك المباني اللي هي ارتفاعها بيزيد عن 20 متر، المباني اللي هي ارتفاعها اكتر من 20 متر لازم تزود الكروس سكشن اريا شويه. خلاص لان في الحاله دي بتبقى البروبيلتي ان اللايتنج يزيد بيبقى اكبر. برضه السبيشال كلاس ستراكشر، بعض المباني اللي هي اللي شكلها غريب شويه ممكن تكون ناطحات السحاب، ممكن الحاجات اللي هي بتبقى كبيره جدا في الحاله دي برضو بزود الكروس سكشن اريا. برضو لو انت خايف من موضوع حاجه من ميكانيكال او حاجه من الكروجن فبالتالي برضو بزود الكروس سكشن اريا عن ال 50. خلاص في كل الحاجات دي بضطر ان انا ازود الكروس سكشن اريا عن ال 50 مللي اللي حددتهم المواصفات. برضو في حته هنا بيقول لك هنا ايه، في بعض الاحيان ان انت ممكن يكون عندك مثلا ستيل ستراكشر. خلاص هل الستيل ستراكشر ده محتاج ان انت تعمل له شبكه فوقيه، ولا هو ممكن تستخدمه نفسه طالما ان هو حديد ممكن تستخدمه كاير تيرمينال وهو اللي يفرغ الصعقه؟ سؤال بيقابلنا كتير في الحاله العمليه. يبقى لو احنا عندنا اهو لو جينا بصينا عندي دلوقتي ستيل ستراكشر، المبنى ده حديد زي ما شايفين كده. خلاص وانت دلوقتي خايف لحسن في صعقه تيجي تضرب المبنى ده، يبقى انا عندي فيه صعقه كده هتيجي تضرب المبنى ده، هل انا محتاج لازم اعمل نظام حمايه عليه ولا هو كده كده حديد؟ في الحاله دي برضه للتسهيل او المواصفه قالت ان انت ممكن تستخدم المبنى ده نفسه اللي هو الحديد ده ان انا استخدمه هو الاير تيرمينال، الصعقه تيجي عليه عادي خالص هيبتدي يتحرك جوه المبنى ده. وبعدين اكيد انت هنا لازم تكون عامل جراوند كويس. خلاص فبالتالي ممكن استخدم ده اللي هو الحديد نفسه ده استخدمه كاير تيرمينال، بس لازم يكون في سيكنس معين هنا الحديد اللي هنا ده ما يقلش عن السيكنس بتاعه، ما يقلش عن حد معين. هنلاقيه تعالى نبص للتيبل هنا بنتكلم في حدود قد ايه، نرجع للتيبل بيقول لك الحدود زي ما شايف في حاجه نص مللي في حاجه لحد 2 مللي. خلاص لا احنا هنا بنستخدم كنظام ابري بتقول لك ان المينيموم بتاعنا بنتكلم 5 ملم سكوير. يبقى هنا لو رجعنا للرسمه اهي لو السيكنس ده بنتكلم 5 ملم سكوير خلاص يبقى انت في الحاله دي ممكن استخدم المبنى ده او ممكن استخدم الستيل ستراكشر ده ان هو اللي يستقبل الصعقه من غير ما اعمل عليه نظام جديد او نظام حمايه من الصاعق فوقيه. خلاص طبعا بس بظبط اللي هو الاير سيرمينيشن وبظبط اللي هي الدبل كوندكتور. خلاص برضه هنا بيقول لك هنا خلي بالك الصندوق بتقول لك انا هنا مش رامي، انا ما بقولكش ان هو يتخرم ولا لا، لكن بقول لك في الحاله دي ان انت ممكن هو يستخدم كنظام حمايه من الايه؟ من ان انت تستخدمه كاير تيرمينال هو اللي يستقبل الصعقه بدون ما تعمل عليه كوندكتورز اضافي.
يبقى انا لو السي ستراكشر بتاعي السيكنس بتاعه 5 مللي ممكن اعتبره هو الاير تيبن. خلاص يبقى كده عرفنا الكروس سكشن اريا بتاع الكوندكتور اللي ممكن استخدمه في نظام الحمايه من الصاعق. سؤال بقى مهم جدا بيقول لك هنا نيد فور بروتكشن، هل احنا محتاجين نعمل نظام حمايه للصواعق وهل كل المباني محتاجه ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. ما في بعض الناس بتقول لك ايه ما احنا كده كده اصلا ما عندناش لايتنج في مصر وبالتالي احنا مش محتاجين نظام حمايه من الصواعق، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا الكلام ده للاسف مش مظبوط، لان انت كلايتنج لا موجود لايتنج في كل دول العالم موجود في مصر. انت لو متابع بس الاخبار هتلاقي ان حصل السنه دي في مصر مطروح كان في كل سنه تقريبا بيحصل على مستوى مصر، لا هتلاقي في حوادث كتير كانت موجوده في مصر هنا خلاص، فبالتالي ان انا ما اقدرش اقول ان مصر ما فيهاش لايتنج خلاص. طيب هل كل المباني عامل لها؟ في الحقيقه ان احنا ايه عندنا نقسم المباني دي نوعين. اول حاجه في بعض المباني in many cases the need for protection may be self evident، يبقى لازم في بعض المباني لازم اعمل لها نظام حمايه من الصاعق. اكيد المباني دي ايه؟ اكيد المباني المهمه خلاص. زي ايه كده؟ بيقول لك اول حاجه هنا where large number of people congregate، اللي هي المباني اللي فيها عدد كبير جدا من البني ادمين خلاص. لو انت مبنى فيه عدد كبير من الادمين صعب جدا ان انت تدخلهم وتخرجهم في الحاله دي، الايفاكويشن صعب في الحاله دي، لازم نعمل حمايه صاعقه في المبنى ده. الحاجه الثانيه لما يكون المبنى بتاعي واسينشال بابليك سيرفيس ار كونسيرن، عندك فيه خدمه جماهيريه ما ينفعش ان انت تقف، زي محطه باور ستيشن، زي خدمه ما ينفعش نتوقف باي حال من الاحوال، في الحاله دي هيبقى ان انت ايه لازم تعمل نظام حمايه من الصاعقه. الحاجه الثالثه لما يكون عندك فيري تول بيلدينج اللي هي زي ما عارفين دلوقتي اللي هي الابراج والتاورز الجديده اللي هي بتاع ناطحات السحاب والكلام ده خلاص، او مبنى ايزوليتد فوق جبل او غيره، لازم وانت مغمض كده لازم تعمل نظام حمايه من الصواعق. برضو لو كنت عندك ستراكشر في حاجه متفجره اكسبلوسيف او غيره او حاجه فلامبل، في الحاله دي لازم تعمل نظام حمايه من الصواعق. يبقى احنا طبعا برضو لو في مبنى تاريخي ولا غيره خلاص برضو او مبنى اثري محتاجين ان احنا لازم نعمل له نظام حمايه من ايه؟ من الصواعق. يبقى انا بالتالي هنا كل المباني دي من غير ما افكر لازم اعمل لها نظام حمايه من الصواعق. طب باقي المباني اعمل فيها ايه؟ باقي المباني الموصفه قالت لك لا نروح نحسب استيميشن اوف اكسبوجر ريسك، او احسب الريسك بتاعتي. طب الريسك دي هي ايه؟ قالوا الريسك هي عباره عن الار بتساوي ان جي في الاي سي اللي هي كولكتد اريا شويه كونستنت الاي والبي والسي والدي والاي، الكلام ده مضروب في 10 باور نيجاتيف 6. بعد ما تحسبهم هنعمل ايه؟ طبعا الكلام هيكون واحده بالتفصيل ما تقلقوش يعني خلاص، لكن بعد ما نحسبهم هعمل ايه؟ هقارن الار بتاعتنا ب 10 اس ناقص 5. تعالى بص كده اهو، هقارن الار بتاعتي ب 10 اس ناقص 5. والله لو الار بتاعتي اقل من 10 اس ناقص 5 يبقى انا مش محتاج حمايه خلاص، لكن لو الار بتاعتي اكبر من 10 اس ناقص 5 بالتالي انا محتاج نظام حمايه من الصواعق. طب تعالى نبص بقى ازاي نحسب الار. اول حاجه هتقابلنا اللي هي الام جي، فقال لك الام جي هي النمبر اوف لايتنج فلاشز للكيلو متر مربع في السنه خلاص، يعني دي عدد الصواعق اللي هتحصل في كيلو متر مربع في السنه في المكان اللي انت ايه اللي انت فيه. وهنشوف دلوقتي بتيجي ازاي. الاي سي بيسموها كولكشن اريا وبرضه هنبص عليها، والاي والبي والسي والدي والاي دول شويه كونسبت بيجوا من التيبلز. تعالى نبص الاول على الام جي. الام جي عشان نعرفها بنعرف حاجه اسمها ساندر ستون دايز بير يير خلاص، اللي هي عدد الايام اللي فيها صواعق او رعد في السنه. طبعا في ناس بتسمي الكلام ده اللي هو الايزوكرينيك ليفل عشان برضه تبقى انت عارف. يبقى انا عندي الايزوكرينيك ليفل اللي هو عدد الايام اللي فيها ثاندر فيها رعد في السنه. اكيد لما يجي يحصل لايتنج مش هيحصل في يوم زي ما اتفقنا من ساني كونديشنز، اكيد هيحصل الايام اللي فيها ويند وفيها ثاندر. ففي خريطه عالميه اهي بتقدر تديك عدد اللي هي الايام اللي فيها صواعق في السنه. تعالى نبص كده مصر، احنا فين مصر؟ مصر في الحته دي زي ما احنا شايفين اهو خلاص. بنتكلم من الرينج بتاعها هنا نمبر اوف سولار دايز بيجي بنتكلم من ايه؟ من 5 ل 10. وفعلا لو جينا كبرنا خريطه بتاع مصر شويه، تعالى بص كده لو انا عندي رسمت خريطه مصر حاجه تقريبيه كده اهو جميل كملنا خلاص.
هتلاقي وادي النيل بتاعنا اهو دلتا وادي البحر الاحمر خلاص. هتلاقي فعلا معظم مصر من صدر السومريز زي ما اتفقنا كده ان هي من 5 ل 10 ما عدا هتلاقي الجزء هنا بتاع سينا شبه جزيره سينا دي هتلاقي لا الرينج بتاعنا من 10 ل 20 نمبر اوف صدر السومريز بير يير. وبرده الجزء اللي هو زي ما شايفين كده على البحر الاحمر اللي هي الغردقه بقى والكلام ده مرسى علم وكل القصص دي برده الرينج بتاعها من 10 ل 20. وبرده عندنا السواحل الشماليه دي بالذات ناحيه مرسى مطروح والسلوم والكلام ده بتبقى كل الرينج ده بتاعنا من 10 ل 20 ساندر سوم دايز بريد. يبقى مصر هنا قدامنا حلين تقريبا معظم مصر هنا بنتكلم ال ان جي نمبر اوف ساندر سوم دايز بريد من 5 ل 10 ما عدا السواحل الشماليه زي ما شايفين وسينا والسواحل الشرقيه بتاع مصر هنا بنتكلم الرينج بتاع ساندر سوم دايز بريد 10 لحد ايه ل 20 دي. طيب لحد دلوقتي ما جبناش نمبر اوف لايتنج او نمبر اوف فلاشز للكيلو متر مربع في السنه، هجيبه ازاي؟ بعد ما انت خلاص من الخريطه دي قدرت تعرف الساندر سولم دايز بريير في المكان اللي انت عايزه، هنوصل للتيبل الثاني ده اللي بيقدر ريليشن بتوين الساندر سولم دايز بريير واللايتنج فلاشز لكل ايه؟ كيلو متر مربع في السنه. احنا قلنا هنا مصر تقريبا قلنا من 5 ل 10 فلو خدنا الورست كونديشن هنا ال 10 خلاص هتلاقي زي ما انت شايف تعالى بص كده فانت عندك الليمتس بتاعتنا الان جي ده من 0.15 لحد الواحد. فلو انت خدت الماكسيم هيبقى الان جي في القاهره وغيره هنتكلم في ايه؟ 1 فلاشز لكل كيلو متر مربع في السنه. طب لو خدت السواحل الشماليه قلنا من 10 ل 20 فلو خدت الورست كونديشن اللي هي ال 20 فهنلاقي هنا ان الان جي بتتراوح من 0.3 لحد 3 فممكن الان جي يقول بكام في الحاله دي؟ قلنا ب 3. يبقى انت لو بتتكلم على حاجه في سينا او حاجه في غردقه او مرسى علم او غيره هاخد ان جي عوض في القانون اللي فات ده ان جي ب3 لكن لو في القاهره والحته اللي حواليها هستخدم ان جي ب1. يبقى كده جبت انا اول جزء من القانون اللي هو ان جي. هيبقى بعد كده كوليكشن اريا. طب الكوليكشن اريا دي بتيجي ازاي؟ تعالى تخيل كده وانت عندك مبنى ابعاده 3 ادي طول ال والويتس دبليو والهاي بتاع وي اتش. تعالى نعمل ايه؟ هنعمل حاجه بسيطه جدا. بص كده ادي عندي المبنى بتاعي اهو نرسمه مش شكله مش حلو نرسمه تاني اهو يبقى انا عملت مبنى اهو تقريبا خلاص طول بتاعه ال ويز بتاعه دبليو واللايف بتاعه ايه اتش. عشان تجيب كوليكشن اريا انت دلوقتي المبنى ده عشان ممكن يحصل لايت ممكن يعمل ايه؟ ممكن لايت يضربه من فوق خلاص وممكن ايه تاني؟ ممكن لايت ده يجي حوالين اللي هي من الجوانب المبنى. فعشان كده البي اس هيقول لك ايه او المواصفه هيقول لك ايه؟ هيقول لك عشان تجيب الكوليكشن اريا هتروح عامل تبص الاول من فوق تجيب اللي اول بتاع المبنى او المسقط الافقي. طب لو جيت تجيب المسقط الافقي المبنى ده هيطلع ايه؟ هتاخد ده بده كده اللي هو ال اف دبليو فانت هنا هتجيب هنا هتروح راسم ادي ال اهو وادي الايه؟ الدبليو. فانت تروح تبص على المبنى من فوق ادي ال وادي الدبليو. بعد كده هتعمل ايه؟ هتيجي حوالين اللي هو الكل خط من ده خلاص هي ال اهو واروح راسم واحد زيه بالظبط كده عن خلاص اهو بس هنا على بعد ايه؟ الهاي بتاع المبنى على بعد اتش. وبرده ما اجي من هنا من على ال دبليو هرسم السايد ده كده اهو على بعد اتش. الكلام ده من جميع الجهات برده هيبقى هنا كده اهو وبرده نفس الحكايه هنا اهو. خلاص؟ طيب في احتمال ان المبنى يتضرب من كورنر ولا لا؟ اكيد فيه. فهنكمل ده بربع دايره كده. خلاص يبقى انت كملنا ده ربع دايره اهو وادي ربع دايره تاني وادي ربع دايره اهي وادي ربع دايره. الكوليكشن اريا هي ايه؟ هي الاريا دي كلها. خلاص؟ طب بالتالي ما تيجي تحسبها تعالى نحسبها مع بعض كده. يبقى الكوليكشن اريا في الحاله دي
هتبقى بتساوي كام؟ يبقى كوليكشن اريا اهي بتساوي اول حاجه الاريا اللي في النص دي اللي هي ال دبليو، وبعدين هناخد الحته الاريا دي اهي. الاريا دي كام؟ ده ال وده اتش، يبقى عندي هنا اتش اهي في ال، بس خلي بالك فيه الحته دي زيها كده تحت برضه، وممكن اضرب الكلام ده في اتنين خلاص. وبعدين اخد الجزء اللي على اليمين ده، على اليمين ده ايه؟ ادي دبليو وده اتش، يبقى ايه برضه؟ اتش في دبليو، في برضه اكيد الناحيه الثانيه ايه؟ يبقى الكلام ده هضربه في اتنين. هيفضل اخر حاجه اللي هو ربع الدايره، طبعا ربع دايره وربع وفي ربع ثاني وفي ربع هنا، باربعه تدي دايره كامله باي. طب الريز بتاع الدايره دي كام؟ اتش اتش بتاعنا يبقى باي اتش سكوير. يبقى دي كوليكشن اريا او كوليكتد ايه؟ يبقى الموضوع بسيط زي ما احنا شفنا كده. بتعمل ايه؟ بتبص المبنى من فوق، بعد ما تبص من فوق بتروح راسم اللي هو المبنى نفسه بالطول مع العرض اهو، وبعدين ببتدي انقل الجوانب دي عشان اكني فردت المبنى اهو، البعد هنا اتش، وبعدين بكمل لربع دايره لحد ما اجيب واجيب الاريا دي كلها، هي دي كوليكشن اريا. طيب لو سالنا بس سؤال تاني، لو المبنى فيه جزء الهايت بتاعه مختلف الارتفاع من الاثنين، هيبقى هتعملها ازاي؟ تعالى بص كده، لو انت عندك مبنى اهو، لو انت عندك مبنى في جزء ليه ارتفاع اتش1 زي مثلا الجزء ده، وفي ارتفاع تاني اتش2، في الحاله دي هنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا بنفس الطريقه، نروح باصين على المبنى من فوق. لو انت بصيت على المبنى من فوق ده هيبان ايه؟ هيبان اول حاجه اللي هو الشكل ده والحته دي اهو. ناس شاطره بقى في الرسم الهندسي اهو، يبقى الجزء ده هيبان اهو، ويبان الحته دي كده اهي، يبقى انت عندك الخط ده هنا بالمنظر ده كده خلاص. بعد كده هعمل ايه؟ الجزء اللي قدامي ده الارتفاع بتاعه ايه؟ اتش1، فانا هعمل هنا حواليه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، اروح عامل اسيب مسافه اتش1، واروح عامل ناقل السايد ده اهو المسافه دي كده اتش1، برضه الحته دي كده هنقلها الناحيه الثانيه اتش1، يبقى الجزء ده كده هنقله اتش1 اهو، والجزء ده اللي تحت ده اتش1. اجي المشكله في الجزء ده، الجزء ده ارتفاعه ايه؟ اتش2، فانا هنا اجي على بعد اتش2 اهو، واروح ناقل السايد اهو سيب مثلا هنا كده. وبعدين هبتدي اعمل الحته دي كده اهي، الارتفاع كام؟ اتش2، ما انا اعمل اتش2 هنا اهو، واروح موصل ده كده اهو، موصل ربع دايره اتش1 اهو خلاص، وبرده هعمل ده كده اهو، اوصل ده كده اهو، واروح اوصل ربع الدايره الاخيره اهو. يا فين الكوليكشن اريا اللي هي الاريا؟ يبقى دي بالنسبه لي كوليكشن اريا. طبعا الكلام ده ممكن لو انت راسم الكلام ده بالكاد ولا غيره، بتقدر تجيب الكوليكشن اريا ببساطه ان انت تقدر تجيبها ايه؟ من عن طريق الاوتوكاد خلاص، او انت تحسبها قسمها مربعات او مستطيلات واحسبها زي ايه؟ زي ما تيجي. يبقى انا اللي انا وصلت في القانون دلوقتي، وصلت لايه؟ وصلت زي ما احنا اتفقنا كده ونفتكر القانون مع بعض، كانت الار بتساوي ايه؟ ار بتساوي ان جي، افتكر كده كانت في ايه تاني؟ في كوليكتد اريا، برافو. في ايه تاني؟ في شويه كونستنت هم الاي والبي والسي والدي والاي مضروب في 10 اس ناقص 6 خلاص. يبقى انا جبت ايه كده؟ جبت الان جي، وقلنا في القاهره هنخليها 1، وفي لو انت بتتكلم في الساحل الشماليه او غيره او في سينا هنتكلم في 3. كوليكت ايه اللي هنحسبها من الدايمنشن؟ هيفضل الكونستنت. الكونستنت دي اجيبها ازاي؟ تعال نبص كده واحده واحده. هنا حسبنا الاريا اهو، هبتدي اول الكونستنت بالنسبه لي. اول كونستنت فيهم اللي هو الاي. الاي ده زي ما شايفين كده بالاسم، هو بيعتمد على يوز اوف ستراكشر، بيعتمد على استخدام المبنى. انت هنا المبنى زي ما شايفين اهو، المبنى بتاعنا استخدامه ايه؟ لو انت بتتكلم طبعا كل ما المبنى الاستخدام مهم فبالتالي الخطوره بتاعته بتبقى اعلى. لو انت هاوسز او اللي هي الاذر بيلدينج اوف كومباربل سايز، النظام اللي هو السلام المنزلي والكلام ده، ده خلي الفاكتور بتاع 0.3. لكن لو بنتكلم على الهاوسز خلاص، بس ليه او سايد اريا. يعني ايه الفرق؟ الاولاني هنا كان انت عندك بيت عادي خالص اهو خلاص، الجزء الثاني هنا كان فيه بيت زيه بالظبط نفس القصه، بس احنا زودنا اريا هنا. هل هيفرق لو انت عندك اريا الخارجي بتاع التلفزيون او طبق دش؟ طبعا هيفرق، طالما في حاجه هنا اعلى فانت هنا اللايتنج هنا احتمال انه يطلب البيت ده بتزيد شويه، فزودنا الفاكتور بتاعنا 0.7.
لو انت عندك مصانع او ورك شوب او معامل او غيره بنزود الفاكتور شويه. لو انت عندك بتكلم بقى على عماره كامله اوفيس بلوكس او هوتيلز او غيره خلاص في الحال دي بزود الفاكتور شويه. خلاص اماكن التجمع بقى عندنا الكنائس الهولز السيترز المتاحف المعارض ولا غيره كل الكلام ده بتكلم ان انا بستخدمه ايه 1.3. لو بتكلم بقى مدارس او هوسبيتالز او اي حاجه فيها اطفال في الحاله دي بتكلم ريسك باخده هنا او الايه باخده 1.6. يبقى اول فاكتور ايه على حسب استخدام المبنى بتاعك هتبتدي ياخد القيمه بتاعته. تاني فاكتور اللي هو اسمه بي ده بيعتمد عليه من اسمه كده تايب اوف كونستراكشن نوع الكونستراكشن بتاعك. هل انت بتتكلم في ستيل ولا مبنى كونكريت ولا مبنى قش ولا غيره فكل الكلام ده هو اللي ايه اللي هيفرق معاك. فلو المبنى بتاعك ستيل فريمد خلاص ده يبقى الخطوره بتاعته قليله زي ما اتفقنا انت اصلا مش لازم تعمل نظام حمايه كفايه ان انت تعمل له غرس خلاص فالخطوره بتبقى قليله جدا. لكن لو المبنى بتاعك ستيل فريمد لكن الروف بتاعه مش ميتال في الحاله دي الخطوره بتزيد شويه. لو مبنى كونكريت انفورسد في الحاله دي الفاكتور بيزيد شويه. مبنى بقى لا ده طوب خلاص او مبنى زي ما شايفين كده ليه روف ملوش ميتال ولا غيره في الحاله دي الفاكتور بيزيد سنه. خلاص لو المبنى بتاعي من المباني اللي هي تيمبر فريم او ان انت خلاص هنا بنتكلم على مباني مش ايه زي ما شايفين كده مبنى ما فيهوش ايه بيقول لك اصغر زي الميتال او زاتش المباني مش قش خلاص مش متعرش بقش ولا غيره في الحاله دي الفاكتور بيبقى 1.4. لكن لو مبنى بقى طوب ولا غيره خلاص وايه تاني هنا الميتال بتاعه الروف بتاعه الروف بتاع المبنى ده ميتال في الحال دي بيجذب صاقه اكتر وبيزيد شويه. لكن اخر حاجه لو المبنى بتاعك قش طبعا ده الخطوره بتاعته كتير جدا لان اي حاجه اي المبنى القش ده لو جت فيه اي ارك او غيره هيولع على طول ففي الحال الخطوره تبقى اعلى ما يمكن. خلاص يعني بناء على شكل المبنى او المبنى مصنوع من ايه هبتدي اختار الفاكتور اللي هو ايه اللي هو بي. الفاكتور 3 بيقول لك هنا الكونتينس المبنى ده فيه ايه وتأثيره على البيئة اللي حواليه. لو هو بنتكلم في مبنى اورجانيك ديموستيك الحاجات السكنية خلاص ده مش مبنى مش هيأثر على اللي حواليه او فاكتورز او وسيط او ورك شوبس او غيره ومش ما فيهوش حاجة قيمة في الحالة دي هيبقى الفاكتور 0.3. لكن لو حاجة اندستريال حاجة كبيرة او حاجة منتجات زراعية مهمة جدا صوامع ولا غيره لا ابتدي ان انا الفاكتور بتزيد شوية. لو باور ستيشن او جاز ستيشن او تليفون الحاجات سنترالات او محطة راديو ولا تلفزيون في الحاله لا بيزيد شويه. لكن لو كي اندستريال بلانتس اللي هي الصناعات لو وقفت ممكن الدوله كلها تتاثر او حاجات اثريه او غير او متاحف في الحاله دي لا الفاكتور بيزيد بيبقى 1.3. اخر حاجه لو انت عندك مدارس او غيره خلاص الكلام ده او اماكن تجمع باخد الفاكتور بتاعي 1.0. يبقى الفاكتور ده بيعتمد على الكونتينس اللي موجوده فيه ومدى اهميتها وتاثيره على البيئه اللي حواليه. الفاكتور الاخير اللي هو او اللي قبل الاخير اللي هو الدي ده بيعتمد على ايه؟ بيقول لك هنا ديجري اوف ايزوليشن اللي هو درجه انعزال المبنى. طبعا كل ما المبنى يكون منعزل بتبقى الخطوره بتاعته بتزيد. لو هو هنا بيقول لك هنا ستراكشر لوكيتد لارج اريا خلاص اوف ستراكشر اور تريز اوف ذا سيم اور جريتر هايت يعني هو محطوط حواليه مباني اعلى منه تقريبا او نفس الارتفاع بتاعه في الحال الخطوره قليله. لكن لو هو محطوط لوكيتد اريا ويز فيو اذر ستراكشر اصلا عدد المباني اللي حواليه قليله خلاص مش كتيره ليها نفس السيمنال هايت في الحاله دي الخطوره بتزيد عليه هو خلاص. الحل بعديها لو المبنى بتاعنا كومبليتلي ايزوليتد معزول تماما عن الايه الحاجات اللي حواليه والهايت بتاعه كبير جدا في الحاله دي بيبقى ايه بيبقى الفاكتور بتاع الدي ده بيبقى 2. اخر حاجه هو المبنى ده محطوط فين؟ هل انت محطوط على ساحل ولا محطوط على قمه جبل ولا هضبه؟ فدي هنا لو انت فلات كانتري او على ساحل ولا حاجه بيبقى الفاكتور ده قليل، لكن على قمه هضبه بيبقى 1. لو على قمه جبل وارتفاعه بيتراوح من 300 ل 900 في الحاله دي بيبقى 1.3، لكن لو على قمه جبل اكبر من 900 فبيبقى فاكتور 1.0. فبالتالي بناء على طبيعه المبنى بتاعك والدايمنشن والمكان بقدر اختار ال ان جي قدرت انا كده اعرف ال ان جي وقدرت اعرف الكوليكت اريا بكام وقدرت اعرف الاي والبي والسي والدي والاي بناء على كل الكلام ده هضربهم في بعض واعوض في القانون بتاع الار اجيب الايه الار بتاعتي بكام.
بعد ما جبتها هقارنها ب 10 اس 5 واشوف الكلام ده محتاج حمايه ولا مش محتاج. في اكزامبل عندك اهو بيقول لك لو انت عندك مستشفى، مستشفى دي ارتفاع 10 متر خلاص والاريا بتاعتها 70 في الهايت بتاعها 10 متر والاريا بتاعتها 70 في 12 فمديك اللينس ومديك الويرث، وبيقول لك الهوسبيتال دي لوكيتد على فلات كانتري وايزوليتد فروم اذر ستراكشر، وايه تاني؟ والكونستراكشن بتاعها عباره عن طوب عادي خلاص كونكريت والسطح بتاعها نون ميتاليك روف. احسب لي الريسك هنا بكام؟ خلاص فناخد اكسرسايز كده يا ريت تحسبوه ونحاول ان احنا ايه نشوف المبنى ده هل الهوسبيتال دي محتاجه حمايه ولا مش محتاجه حمايه. هنقف لحد هنا ونكمل ان شاء الله المحاضره الجايه.